السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الجدي. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القضاء. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الجدي، التاريخ بتاعك 26 ابريل، التاريخ بس علشان مصداقيه قناتك، اما قراءتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين. لعل يكون عندك خير الفتره اللي جايه وعندك تغيرات جذريه او فتره بمعنى اصح طال انتظارها. كل اللي مطلوب منك ان انت تركز معايا كويس جدا في القراءه بتاعتك، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب. كمان اخر الفيديو هنقول الرساله بتاعتك اللي هترد على الامنيه اللي انت هتحطها في بدالك من بداية الفيديو، وهيكون رسالة حلوة او هتكون رسالة جميلة انت بتفكر فيها او محتاج بمعنى اصح تسمعها. ركز معايا وانزل قولي في الكومنتات. طريق ناجحين فيه، الطريق ده طاقة فرق، انتوا عديتوا بصدمات كتيرة الفترة دي او بخزلان اكتر من حجمه او حاجات جات عليكم، بس في طاقة. عندك كمان نفور بينك وما بين حد، الحد ده بينكم طاقة سلبية، انتوا بتحلموا باحلام مزعجة. عندكم التبيعة او القرين مش سايبكم في حالكم، وعشان كده عندكم امور مضغوطين فيها، دموعكم على خدكم على طول، وبتدعوا ربنا بقدر المستطاع انه ييسر امركم ويبعد عنكم اي حاجة سلبية. يعني انتوا ممكن ما بتكونوش بتناموا كويس، قلة النوم دي عاملة لكم تعب، عاملة لكم ضغوط، فخدوا بالكم كويس جدا. انتوا عمالين تعفروا وعمالين تطلعوا، البعض منكم عنده حمل، عنده طفل جديد بينطط فيه او مستني حمل بقدر المستطاع، فان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمكم وهيحسن من حياتكم، والحال اللي واقف عندكم ده باذن الله هيكون فيه طاقة تانية، الدنيا هتبدأ تتظبط معاكم، خلوا بالكم، وهتاخدوا خطوة ايجابية. البعض منكم عايز يطلع السلم، البعض منكم عايز يروح، بس عندك فتنة، خلوا بالكم، الفتنة دي من واحدة ست خاينة وكذابة ومتعددة العلاقات، خدوا حذركم منها. انتوا اتصدمتوا في ناس كتيرة جدا، والناس اللي اتصدمتوا فيها دي تعبتكم وخذلتكم، المسؤولية عندكم زايدة في حاجات كتير، وعلشان كده عايزين تزودوا الدخل بتاعكم. عندكم ممكن يكون عندك مواجهة او قاعدة مع حد او امور هتاخدوا فيها قرارات بينكم وبين حد، في مراقبة عندكم من حد، يعني انت عندكم حد بيراقبكم على السوشيال ميديا، او البلوك اللي عندكم هيتفك الله اعلم. انتوا دايما على طول بتفكروا في حاجات كتيرة، عندكم تغيير للاحسن، والناس اللي في دراسة هيكون فيها نجاح عندها، بس في شوية خمول وشوية كسل عندكم، وعشان كده بتتغيروا واحدة واحدة، وناويين تغيروا في حاجات كتيرة. انتوا حاسين انه انتوا مربوطين ومتكتفين، ولا عارفين تتكلموا ولا تدافعوا، والناس اللي مراقباكم وقرفاكم في حياتكم دي انتوا هتحطوا بينكم ما بينها هدف، هدف كبير، وممكن يعني تطردوهم وهتحطوا هتقعدوا في مواجهة. عندك كمان كسبان في حاجة، لإما تكسبوا نفسكم لفي حياة عندكم، في بعض منكم عنده تسقوط شعر بطريقة رهيبة، او في وجع في المعدة، عنده وجع في رجليه، دايما من وقت للتاني بتحس ان انتم مخنوقين ومش قادرين تاخدوا نفسكم خالص، وده اكتر مشكلة عندكم هي الوجع اللي بيجيلكم من غير اي سبب. بينك وما بين برج الدلو لإما زواج لإما ارتباط لإما رجوع لإما محكمة، بينك وما بين برج الدلو حاجة معينة، انتوا منتظرين حد يرجع لكم من غربة، منتظرين حد يرجع لكم علشان يقف معاكم، او انتوا منتظرين فلوس جايلكم من حد من غربة الفترة اللي جاية. كمان في حد سافر وانتوا زعلانين او ان هو سابكم ومشي، في كمان حد بيقول لكم ان انتوا هنا عندكم ربط في الحمل، او ما بتحملوش بسهولة، او عندكم حاجة دايما بتكشفوا علشان تتم الحمل بتاعكم ومفيش اي استكمال. ربكم باذن الله هيديكم الفترة اللي جاية بالطاقة الايجابية. عندكم فرحة
طالت انتظارها، بس انتوا الحسد مأثر عليكم بطريقة كبيرة. بس في كمان حد بيقول لكم ان انتوا مغرورين ومتكبرين، انتوا مش كده، انتوا اللي يعرفكم بيحسدكم على طيبة قلبكم. انتوا اشتكيتوا لربنا همكم وقررتوا ان انتوا تسكتوا. كمان البعض منكم هنا هيبقى فيه للعزاب، في حاجة هتحصل عندكم الفترة دي هتفرحكم وهتديكم طاقة إيجابية. البعض منكم عنده حاجات بتحصل معاه مش عارف يفسرها ولا عارف يطلع منها. كمان انتوا هنا حد أخد منكم أعز ما تملكوا، حد أخد منكم حاجات انتوا مالكينها وتعبانين فيها. لو انتوا بتفكروا في سفر فانتوا عندكم سفر وعندكم فتح قسمة جديدة، بس في شوية تعطيل عندكم في حاجة عاطلة بقالها مدة. في بداية حلوة خلال الفترة اللي جاية، هيكون في سفر ليكم وهيكون في نجاح، والسحر اللي معمول لكم ده ربنا هيفكه الأيام اللي جاية. في كمان انتوا بتصحوا من النوم بتلاقوا في جسمكم علامات غريبة ومش عارفين تفسروها لحد الآن. انتوا ما بتحبوش التحدي مع حد، بس انتوا بتحبوا المغامرات، وعشان كده الفترة اللي جاية هتعلن حربك او هتاخد قرار حاسم. في حد عندكم مقدم على وظيفة او مقدم على شغل او مقدم على كسب حاجة معينة، او هتقدموا على حاجة جديدة في حياتكم. انتوا عندكم سعي حلو قوي، بس بعض منكم ممكن يكون عايز خطوبة او عايز علاقة ودايما الاهل رافضين وفي مشاكل او في ضغوط. خدوا حذركم من النقطة دي. انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، لما بتحبوا بطريقة كبيرة فدايما بتخسروا اللي بتحبوه بسبب غيرتكم الزايدة. دمكم حامي جدا، بتغيروا بطريقة كبيرة، وده طبعا الشريك مش مستحمل قد ايه الغيرة اللي انتوا بتغيروها دي او قد ايه الحب اللي انتوا بتحبوه، فلازم توازنوا شوية علشان خاطر الامور اللي انتوا فيها. كمان انتوا هنا البعض منكم ممكن يكون بياخد علاج علشان الحمل، او بياخد حاجة تخص الحمل، او ناوي يعمل عملية تخص الحمل الفترة دي. بإذن الله هيكون في فراجات حلوة. البعض منكم ممكن يكون عنده انتصار في بداية جديدة او انتصار على اعداء في حياتكم. عندكم في جزء من ظلمكم او جزء من الخذلان اللي انتوا شفتوه في حياتكم او جزء من اللي انتوا عايشين فيه الفترة دي. عندكم حد خاين، حد طبعه زي الزفت، وانتوا قررتوا ان انتوا ما تتعاملوش معاه باي طاقة او باي حتى كلمة من عندكم، علشان انتوا تعبتوا فعلا. عندكم برضو يعني حد هيتكلم معاكم، والحد ده انتوا هتاخدوا معاه قرار حاسم. انتوا ممكن ما يكونش عندكم استقرار في حاجة شغلة بالكم بقالها مدة. في هنا كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا لو مش مرتاحين مع الاهل او مش مرتاحين في حاجة معينة هيكون في طاقات تانية. انتوا حاسين ان انتوا تعبانين ومخنوقين، انتوا ساكتين على اذى او ساكتين على ظلم، وبتقولوا اكيد كل حاجة ليها حاجة. عندكم واحدة بتدبر ليكم حفرة او بتدبر ليكم طاقة سلبية، هتعرفوها وهتطردوها من حياتكم وهتخرجوها بشكل كبير، هتطردوها برا، علشان انتوا متعرضين زي ما قلت لكم للخذلان وللطاقات السلبية من الناس اللي في حياتكم. انتوا استحملتوا واتأذيتوا من ناس كتيرة موجودة في حياتكم. عندكم حرف الخاء وحرف الصاد وحرف الحاء والألف، دول موجودين عندكم في حياتكم. بسبب الحروف دول هتاخدوا خطوة جديدة وهتطلعوا من اللي انتوا فيه. انتوا ربنا نجاكم من حد كان عايز يظلمكم او حد كان عايز يكسر بخاطركم. عايزين تمشوا من الحاجة اللي انتوا فيها حاليا، وكونوا حريصين. عايزاكم دايما تاخدوا بالكم من شريك حياتكم وتبعدوا عن اي حد بيوزع عليكم طاقة سلبية، علشان خاطر الناس الحقودة موجودة وما زالت موجودة في حياتكم. فخدوا حذركم من اي حد ممكن يأذيكم. ليه؟ علشان الضغوط اللي انتوا فيها يعني تعباكم نفسيا طول الوقت، مش مرتاحين طول الوقت، في حاجات
ازياكم وحاجات تعباكم. انتوا اي نعم ساكتين وما بتتكلموش، بس في اذى. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم فرحة، والفرحة دي هتحضروا لها، وهيبقى لا اما خطوبة لا اما زواج. عندكم حد عزيز على قلبكم هيفرح الفترة اللي جاية، في دعم حلو جدا عندكم، او فرحة من حد معين عندكم. في كمان انتوا الفترة دي ممكن تكونوا مستنيين حاجة معينة، الحاجة اللي مستنيينها دي يعني هتكون طاقة تانية خالص، او هيكون ارتباط جديد. انتوا عندك هنا برضو بسم الله ما شاء الله عليك فلوس جاية لكم، او امور هتجددوا فيها. بس خلوا بالكم دايما ان في حد طمعان فيكم وعايز يستلف منكم فلوس، حد عندكم حاططكم في باله وعايز عايز ياخد منكم فلوس. في زعل بينك وما بين حد، الفترة دي هيكون في تواصل بينكم، وهيبقى في اشتياق ولهفة، وهتحاولوا ان انتوا تصلحوا الامور، او هو هيصلح الامور. في شخص برضو ممكن يكون هو نفس الشخص اللي تقلان عليكم ومش عايز يرجع لكم بسهولة، علشان تحسوا بقيمته الله اعلم. عندكم حيرة من كذا حاجة عاملة لكم توتر، وزي ما قلت لكم الصداع وكتر التفكير اللي عندكم، معظمكم مش بينام خالص، ودايما العين بتظهر لكم بطريقة كبيرة جدا، والعين دي مأثرة على حاجات. انتوا فاتحين قلبكم او حاسين بحاجة مختلفة. كمان اقدر ابشركم بتوازن عندك في حاجات بتفكر فيها، في ماديات، في حاجات كتيرة جدا. في احساس عندك عالي، بدأتوا تعيدوا حساباتكم، بدأتوا ما تكونوش مندفعين زي الاول، ما بدوش تبالغوا مع حد، بدأتوا ان انتوا تتكلموا بشكل مختلف. في موضوع كمان هيتعرض عليك بعد كام يوم، هتاخد فيه قرار حلو، بس بلاش تفكر فيه كتير، عشان انت الحاجة اللي بتفكر فيها كتير بتضايقك. وبلاش الغضب الشديد والسرعة في الغضب. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم تأثير ايجابي عليكم، هتكونوا مندفعين، بس انتوا تعبين نفسكم في حاجات، يعني خلاص تعبتوا، عايزين تقوموا وعايزين تطلعوا، فانتوا قررتوا. بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم كاريزما عالية الفترة دي رغم العواقب اللي موجودة عندكم، بس عندكم ثقة بنفسكم زايدة. انتم محدش يعرف يقلل من ثقتكم في نفسكم، دايما عندكم طاقات، دايما عندكم اخبار، دايما مندفعين، دايما عايزين تطلعوا. كمان انتوا زعلانين على حد عملتوا له بلوك، وزعلانين او ان انتوا عاملين له بلوك، بس ساكتين يعني بتقولوا خير ان شاء الله، وربنا هيبشرنا من حيث لا تحتسب. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، في كتلة على كتفكم مستحملينها، كتلة كبيرة جدا على كتفكم، ومش وساكتين، خلوا بالكم انتوا ساكتين. عندكم كمان تفاهم مع حد عزيز على قلبكم، الحد ده هتتفاهموا معاه وهيبقى فيه امور حلوة، بس في حاجة انتوا كارهينها مش عايزين تتعاملوا معاها خالص خالص. دايما بيلفتوا انتباهكم الاشخاص اللي دايما بتكون طيبة وطريقتها كويسة. البعض منكم تليفونه طول الوقت صامد، البعض منكم تليفونه مش مفتوح خالص، قافلين، ما بيتوش تهتموا بأي حاجة تسبب لكم وجع دماغ. فانتوا بتصحوا من النوم عصبيين جدا، وده بسبب الأحلام اللي انتوا بتحلموها، أو بسبب العراقيل اللي موجودة في حياتكم. أي نعم حظكم قليل في أشخاص معينة في حياتكم، بس في طاقة تانية مختلفة. خلوا بالكم كمان ان انتوا عندكم علاقة مع برج العقرب، في علاقة بينكم وفي امور بينكم وما بين برج العقرب. كمان هنا عندكم تفكير ان انتوا تزوروا حد حاليا، او بتفكروا ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه ده. كمان في حد انت هنا بتاخده قدوة في حياتك، او بتحب دايما تتكلم معاه، او تحب ان انت تشوفه. الحد ده هو فعلا كمان بيبادلك نفس الشعور، وعشان كده هيكون عندك راحة في حياتك المادية وحياتك النفسية، بس ما تخليش اي حاجة تأثر عليك في حياتك السلبية. بسم الله ما شاء الله عليك، كمان عندك تغيير في مجال شغلك، عندك كمان
حد حنين عليك قوي قوي. انت ما انت كرهت الاقارب اصلا ومش حابب حد من الاقارب، بس في شخص يعني الشخص ده فعلا حنين عليك وحبك تكون ناجح، بس بسبب العراقيل والضغوط اللي عندكم مخلياكم ساكتين. بسم الله ما شاء الله عليكم. كمان انتوا هنا يعني بتعرفوا الشخص اللي قدامكم من نظرة عينيه اتجاهكم، من نظرته بتعرفوا قد ايه اذا كان الشخص ده منافق ولا كذاب او صح او يعني بيفكر ازاي، من نظرة واحدة. تخيلوا بقى من نظرة لما تعرفوا حد كده. في واحدة ست وبنتها دايما بيظهروا لكم ودايما بيتكلموا عليكم، خلوا بالكم من الست وبنتها دي. انتوا راضيين بأي حاجة في حياتكم، بس الست دي أذياكم عاملة لكم مشاكل سلبية. عندكم تفكير عندكم هنا في حاجات كتيرة جدا، كذا حاجة بتفكروا فيها. عندكم حد قريب منكم، الحد ده عمال يأذي فيكم، عمال يخدر بيكم، خدوا حذركم منه. مين الشخص اللي فقدتوه وكان عزيز على قلبكم؟ والقلق اللي مأثر على ملامحك دي هيبقى فيه تغيرات حلوة ليكم وكاريزما عالية زي ما قلت لكم، بس بلاش تفكير في حاجات مش حاصلة أصلا. انتوا زعلانين على نفسكم الفترة دي بشكل كبير جدا، وزعلانين على ناس عمالة تأذي فيكم وانتوا ما تستاهلوش منها كده. في بعد عندكم بسبب أذى أو بسبب ظلم. عندك شخص كمان قرفك، شخص مخنقك، شخص مخليك حتى مش عارف تتعامل بأي طريقة. في بشرة خير، البشرة الخير دي بسم الله ما شاء الله عليكم، طاقة تانية أو حاجة معينة. عايز أقولك إن أنت هتبدأ تبعد الغيوم عن وشك علشان في تشابك عندك، بس انت هتتعاملوا مع حد بشكل كبير جدا وهتاخدوا قرار حاسم. بسم الله كمان ما شاء الله عليكم اخبار حلوة او طاقة مختلفة، وزي ما قلت لكم انتوا هتحاولوا تبعدوا الطرف الثالث ده عن حياتكم اللي عمال يأذي فيكم، وهتبقوا متفقين كده بينكم وبين نفسكم. في شخص عندك مش مقدر وجودك وشخص منافق وكذاب، خد حذرك منه وطرده بعيد عن حياتك. انت عندك انتصار حلو جدا، والشخص اللي ظلمك وجه عليك وهو كان سبب رئيسي في الضغوط اللي انت فيها دي هو هيبقى فيه انفراجات. انت بس مشكلتك ان انت تعبت في حاجات كتيرة جدا، واكتر حاجة تعبتك في حياتك هو الصبر اللي انت صبرته، بس ما تعرفش الصبر ده كان اختبار من عند ربنا ولا كان نجاح ولا كان ايه. ممكن الصبر ده يكون كان طريق ليك انفراجات او طريق تغيير. دايما احسن الظن بالله وربنا هيبشرك من حيث لا تحتسب. القعدة اللي عندك دي انت هتكون فيها منصور وهتاخد فيها قرار حاسم وهتحط النقط على الحروف وهتخرج ناس من حياتك اسبب لك اذى. الفترة دي هي فترتك، هي نجاحك، هي امورك، هي ترتيب اولوياتك. فرج من بعد الديب والخنقة اللي انتوا فيها. عندكم طاقة ماديات، انتوا حاليا ممكن تكونوا بتفكروا في الماديات او بتفكروا ان انتوا دخلكم يزيد بقدر المستطاع، بس عندكم تفكير بتحاولوا ترتبوه بأي طريقة. عندكم تواصل مع حد والحد ده بتحبوه قوي وهيقف معاكم وهيساعدكم لتوصلوا لطريق الأمان، بس انتوا دايما كده مغدورين ودايما عن متعرضين بكل الطرق للخيانة. ليه؟ من الشريك، علشان انتوا لما بتحبوا بتحبوا بضمير، بتحبوا باخلاص، ما بتعرفوش النفاق، لا اما بتحبوا لا اما بتكرهوا، ما بتعرفوش ابدا تكونوا بوشين، وعشان كده متعرضين للغدر والخيانة حتى من الاصدقاء ومن الناس المقربة ليكم. فحاولوا ان انتوا تبعدوا عن اي حد، وزي ما قلت لكم انتوا عندكم طاقة فرج من بعد الضيق والخنقة، وزي ما قلت لكم كمان هيكون في تواصل مع حد جديد. عندك كمان امور شغله بالك بطريقه كبيره. انت جيت على الشريك او انتوا جيتوا على نفسكم من اجل الشريك، ودي حاجه تعبتكم. عندكم حد بيبخ سم على طول في حياتكم، دايما كده بيديكم طاقه سلبيه، فانتوا بعدتوا عنه بقدر المستطاع. البعض منكم عايز يغير شغله علشان مش مرتاح فيه، في حاجات اتكسرت جواكم بنيتوا وتهد فوق دماغكم.
يعني عليتوا الشريك وجيتوا على الشريك، والشريك اول ما خان او غدر غدر بيكم انتوا، بس انتوا برضو ما يئستوش، بتبداوا من جديد. انتوا عندكم طاقه حلوه جدا، بس الصحه عندكم تعبانه، لا اما صحتكم لا اما صحه حد عندكم. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هيكون في طاقه حلوه. عندك كمان انفراجات، حد هيقف معاك من العيله وهيساعدك، بس انت في شويه امور ازعاك او امور ازعاكي، بتحاولوا بقدر المستطاع تريحوا اعصابكم الفتره دي، وعايزين تهربوا بقدر المستطاع من الواقع. في صفحه اتقفلت عندكم، الصفحه دي اتقفلت ومش عايزين تفتحوها باي طريقه، علشان بتقولوا مفيش خير هيجن ميها، انتوا ما بقيتوش زي الاول، اتغيرتوا 180 درجه، تعبانين مخنوقين وعايزين تمشوا من الحياه خالص، رغم ان عندكم انفراجات حلوه وعندكم طاقات ايجابيه وزي ما قلت لكم فرج، بس عندكم عيون مقصره عليكم، تلات بومات بتبخ سم عليكم، واحده بينكم وبينها صله قريبه، واتنين عارفينكم وبيتكلموا عليكم، رغم ان المشاكل او رغم ان التعب اللي انتوا فيه، بس عندكم طريق مفتوح وعندكم اخبار حلوه وحصريه. كمان انتوا عندكم فتاة او انتي عندك حد، انتوا عندكم حد بيحبكم قوي، حد عايزكم تكونوا ناجحين وتكونوا كويسين، فياريت تخلوا بالكم من الضغوط اللي انتوا فيها. كمان انتوا هنا قررتوا ان انتوا تشتغلوا على نفسكم، مش عايزين تسمعوا كلام حد، بس مش قادرين تناموا بسبب التفكير اللي في حياتكم، عندكم تفكير بقدر المستطاع، مش قادرين تناموا ولا تاكلوا ولا تشربوا بسبب التفكير الرهيب اللي عندكم. حاولوا تهدوا اعصابكم وما تفكروش في اي حاجة. انتوا صابرين صبر يتعجب له اهل السماء والارض، صبرتوا على حاجات كتيرة، لا اما صبرتوا على اذى، لا اما صبرتوا على خذلان، صبرتوا في حاجات كتيرة جدا، عايشين وكأنكم مش عايشين، رغم ان عندكم انفراجات بس عندكم تشبك في حاجات كتيرة جدا. انتوا كمان الفترة اللي جاية هيكون في استمتاع عندكم، عندكم اتنين ستات، واحدة بينكم صلة قريبة، والاتنين التانيين دول بيأذوا فيك من بعيد، خلوا بالكم منها. كمان انتوا اخدين صدمة كبيرة جدا من شخص مقرب ليكم، في واحدة ست قريبة ليك، الست دي مش حبالك ابدا تكون ناجح وغيرانة منكم، فياريت تخلوا بالكم. كمان انتوا هنا بصوا عندكم حنان واخلاص ووفاء للحياة اللي معاكم، قلبكم ابيض جدا ما بتعرفوش تشيلوا ابدا، وعشان كده مصدومين. عندكم كمان حد متقلب المزاج او علاقتك بيه غامضة، علاقتك بيه نرجسية، حد من الابراج الهوائية، ممكن يكون برج الدلو، برج الجوزاء، حد كده بيأذي فيك، فخد حذرك منه، من الابراج الهوائية، علشان انت متقلب المزاج، هو متقلب المزاج في علاقتك، في علاقتكم بيه، ودايما مخنوقين ومش عايزين تطلعوا من البيت باي طريقة او بقدر المستطاع. عندك كمان حد حنين، ممكن يكون برج الميزان، حد حنين او حد حبيب لك، يعني هو حنين جدا عليك ودايما بيحكم بعدالة، بس في شوية عراقيل وانت مش مبقتش مصدق اي حد في حياتك. عندك كمان حد هيقف معاك في حاجات كتيرة جدا، السبب الرئيسي اللي انت فيه هو سحر، والسحر ده هو اللي عامل لك كل اللي انت بتحس بيه من وقت للتاني. انت بتحس بايه؟ بتحس بضغوط، بتحس ان في حد بيكلمك، خيال معدي عليك، بتحس بنفور من الاشخاص كلها مش من حد معين. السحر اللي معمول لك هو وقف حال بكل الحاجات اللي انت محتاج تعملها. في حد صدمك صدمة كبيرة، وعشان كده انت حاسس ان قلبك وجعك، رغم ان في حد هتتعرف عليه الفترة اللي جاية، بس دايما اقولك ان كان في علاقة بينك وما بين ابراج نارية من برج الحمل او برج الكوس او برج الاسد، والحد ده مش كان اناني بس انت جيت عليه، او حصل عراقيل فجيتوا على بعض، او هو جه عليك، المهم ان انت قررت ان انت تبعد عن الشخص ده. البعض منكم في بلوك بينه وما بين حد، بينه وما بين حد بيحبه قوي، بس حصل بلوك بسبب طرف ثالث، خلوا بالكم من الكلام كويس جدا. انتوا كنتوا بتحبوا حد في علاقة وحصل بلوك بسبب شخص، بسبب حد تدخل
في العلاقة وزعلتوا جدا، وانتوا قررتوا ان انتوا ما تتعاملوش باي طريقة. في ست كبيرة في السن، الست الكبيرة في السن دي بتشتكي من خشونة في رجليها، او بتشتكي من وجع في عينيها، او في وجع في جسمها. خلوا بالكم منها بقدر المستطاع، عشان الست الكبيرة دي ممكن في حدود الخمسينات او في الاربعينات، خلوا بالكم منها علشان خاطر هي حقودة وكلها غل وكلها طاقة سلبية. في كمان هنا استقرار في حاجة معينة في حياتك، انت محروم او انتوا محرومين في حاجات كتير، عندكم الحاسة السادسة هي اللي بتدلكم على كل الحاجة اللي في حياتكم. اللون الاسود ده لون هدفكم في الحياة، انتوا بتحبوا اللون ده قوي، او اللون البنفسجي، اللون الموف، انتوا بتحبوا الالوان اللي بتديكم طاقة ايجابية وبتحسوا كده ان انتوا بتاخدوا نفس عميق بيها. فانتوا بعدوا عن الطاقات اللي التوتر والحيرة والحاجات اللي مضايقاكم. في حد كمان بيبالغ في المعاملة او مش واضح زي ما انتوا فاكرين، دايما كده بتلاقيه شايف نفسه او مغرور او حاسس ان هو احسن منكم. انتوا نيتكم صافية اتجاهه خالص، وعشان كده هتقدموا له طاقة ايجابية وهو هيقدم لكم كلام سلبي، فانتوا هتبعدوا عنه وهتاخدوا قرار حاسم ان انتوا ما تتعاملوش مع الشخص ده تاني، وما تحاولوش تظلموا نفسكم ابدا ولا تيجوا على نفسكم تاني، كفاية اللي حصل في حياتكم. حان الوقت ان انتوا تفكروا في نجاحكم، انتوا خايفين من المستقبل بسبب اللي عشتوه. ونشوف بقى الرسالة بتاعتك، ولعل تكون رسالتك قوية زي قراءتك، وبإذن الله تكون رسالة طاقة إيجابية أو فرج من عند ربنا. بسم الله، نختار الورقة دي ونقول بسم الله ونشوف مع بعض إيه الأخبار بتاعتك. طيب، رسالتك بتقول لك إن أنت راسم أحلام كتيرة جدا في بالك، واللي أنت رسمه ربك هيكرمك بالأفضل منه، يعني أنت مش محتاج كلام تاني هو. نختار الورقة دي كمان ونشوف ايه اللي هيكون عندنا بإذن الله. طيب، الرسالة بتاعتك بتقول لك ان انت هيكون عندك فرج قريب جدا من حيث لا تحتسب، وبلاش تفكر كتير، وحاول على قد ما تقدر تهدي اعصابك. اتمنى لك كل ما هو جميل، يا رب تكون الرسالة التانية او الاولى لمست قلبك وتكون اديتك طاقة ايجابية. انزل وادعم الفيديو بتاعك يلا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل، وانتظر مني توقعات على طول اول باول ليك يا برج الجدي.